اهلا وسهلا بحضراتكم. انا مبسوط جدا ان انا قاعد معاها، مع علي عثمان، مع البنوته الصغيره اللي بقت انسه اعمال مش رائدات اعمال، اللي استطاعت في انها تعمل حاجه مختلفه، انها تدي امل لناس كتير. ان لو انت مش ناجح فدي مشكلتك، انك تقدر تخلق لنفسك طريق وفرصه في وسط الضلمه، انك تقدر تنجح لو انت عايز تنجح. اكيد كان في اسباب ورا النجاح ده، ورا بنى شخصيه طالبه في ثانيه ثانوي. يعني انا قاعد معاها ابني الصغير في اولى ثانوي، فمتخيل وهي في سنه كنت عامله كام مليون. يعني اهلا وسهلا. اهلا بيك، منورانا والحمد لله بالسلامه. انت بتدرسي في لندن وجايه اجازه قصيره. ايوه، فانا سعيد ان احنا عرفنا نخطفك. انا اكتر. عندك كام مليون؟ لسه ما دخلناش في المليونات. ما دخلناش في المليونات. قربتي. طيب انا عايزك تحكي، انا مش هسال. اوكي. الفتره الاولى انا عايزك تحكي للناس انت ازاي قدرتي تفكري في وقت يجب الانسان بيبقى في السن ده لسه بيحدد مصيره، وهو من اولى ثانوي بيقول انا هدرس في تانية ايه علشان ادخل جامعه ايه وحاجات كده، لكن انت في هذا السن من قبل وانت في اولى اعدادي بتفكري في الاستثمار، جايه منين؟ انا كنت طول عمري ليا شغف يعني الانتربرينورشيب، كان حتى انا صغيره اي حاجه كنت بحبها كنت دايما بحاول اعمل بيزنس منها. انا بحب الفلوس، بحب يبقى عندي فلوس دايما. فحتى لما كنت صغيره انا بحب قوي اطبخ، فعملت مثلا بيزنس كب كيكس. لما كبرت شويه كان عندي بيزنس جولري مع واحده صاحبتي. بيزنس ايه التاني؟ جولري. اه، اكسسوارز. وبعد كده دخلت في الشمع ودي اللي ثبتت معايا. يعني قعدت تجربي؟ قعدت اجرب. انا بحس ان كل حد المفروض يجرب لحد ان يلاقي الحاجه اللي هو بيحبها. بس كان طول عمري بحب ان يعني ابقى عندي البيزنس بتاعي. انا كنت واحده باصي جدا وانا صغيره، فلما كبرت حسيت ان انا عجباني الفكره. وانت كبرتي؟ 16 سنه كبرتي؟ فعجبتني الفكره ان انا ابقى الباص بتاعي، مش عايزه حد يقول لي اعمل ايه، انا اللي هقول لنفسي اعمل ايه. حبيتها الصراحه، حاجه لذيذه. هل انت بدات التعليم في بريطانيا؟ لا، انا رحت بريطانيا من 3 سنين. يعني انا بدات مشروعي في يناير 21. وسافرت بريطانيا في سبتمبر. كان صعب عشان اوبسلي ان انت يعني تمانج البيزنس بتاعك. كنت بدات مشروع الشمع ده؟ كنت بدات مشروع الشمع ده، بداته في 21 وانا عندي 13. كان صعب ان انا مانجت، بس يعني يو هاف تو اوفركم اني تشالنج يعني يجي لك. هل التعليم هناك مختلف؟ يعني هل ساعدك في المنطقه دي ولا لسه ما دخلناش التعليم؟ مش حاسه التعليم حاجه تفرق قوي يعني. يعني حاسه ان لو انسان ليه الشغف ان هو يعمل حاجه هيعملها بدون تعليم او حتى بتعليم. مش فارقه. مش فارقه. مش فارقه. طب امال جبت الثقافه دي منين؟ انت والدك بيشتغل ايه؟ انا والدي هو مهندس، بس هو طول عمره بيساعد السمول بيزنسز، ودايما كان بيقول لي انا واخويا نفتح بيزنس بتاعنا. يعني اخويا عمر عنده مشروع عصير، وانا دلوقتي عندي مشروع شمع. حاجتين. عنده مشروع عصير؟ عنده مشروع. عنده كام سنه؟ عمر عنده 20. 20 سنه يعني 20 لسه سنة. بيدرس في الجامعه؟ لسه في الجامعه. وعامل مشروع عصير في مصر؟ في مصر، اسمه كينز. واحنا الاثنين بدانا يعني في نفس السنه، هو بدا بعديا. لازم اقول أيوة. انا كنت اول واحده عشان تفهم. بس هو كان دايما بيقول لنا احنا الاثنين ان احنا نبدا واحنا صغيرين، عشان حتى لو يعني المشروع ما نجحش هيبقى برضو خبره في عندك في الحياه يعني. بس كانت الخبره دي ب 10000 جنيه يعني مش مبلغ كبير. لكن صح. دلوقتي اللي هيبتدي يقدر يبتدي ب 10000 جنيه يعني. It all depends على هتبدأ في إيه. بس يعني حتى لو مبلغ صغير لو بدأت take it step by step. لما خدت 10000 جنيه عملت بيهم إيه؟ رحت اشتريتي؟ رحت اشتريت شمعة، ما كنتش عارفة لسه الشمعة اللي هستعمله. ورحت اشتريت برطمانات، دلوقتي لما ببص عليهم شكلهم برطمانات مربى. ورحت اشتريت كام عطر، وقعدت اجرب في البيت. وبعد كده قعدت اتفرج على اليوتيوب فيديوز. دلوقتي انت ممكن تتعلم اي حاجه اونلاين. معقوله يعني ممكن من خلال اليوتيوب اتعلم صناعه واشتغلها؟ والله ما فيش حاجه ما ينفعش تتعمل دلوقتي ثرو لابتوب سكرين يعني. بس انت طورت في الصناعه. طورت. جبت الفكره منين انك تعملي الشمع لما يسيح وشمع يبقى صديق للبيئه ونستفيد من الشمع وهو سائل ويبقى سبراي ونستخدمه للوش وللجسم؟ انا قعدت اعمل ريسيرش كتير قوي لحد ما لقيته. يعني انا كنت عارفه ان انا لو هبدا بزنس مش عايزه بس ابدا بزنس، كنت عايزه حاجه تفيد الكوميونتي اللي احنا عايشين فيها. ولاحظت ان معظم الشمع اللي احنا بنجيبه كله مضر جدا لصحتنا. فليه نولعه؟ ده درستي ان الشمع ده مضر؟
من بالزبط. خلال برضو السوشيال ميديا كل السوشيال ميديا كل السوشيال ميديا كله وبعد كده لما لاحظت ان هو مدرس لصحتنا انا مامتي بتحب الشمع قوي يعني عندنا مثلا 10 شمعات في البيت فلاحظت كده وبعد كده قعدت اقول لها انت بتجيبي الشمع من بره قالت لي في مصر ريحته مش حلوه عندهم بس روائح يعني بيسك قوي وبتاع ايه فلما ابتديت اعمل ريسيرش لقيت ان ايه ده مش كويس لينا اصلا هي ليه بتجيبه وبعد كده قعدت اقرا بقى على الالتيرناتيفز احنا ممكن نستعملها فلقيت شمع الصويا ده فحسيت ان هو هيبقى حاجه كويسه ولقيت بقى التركيبه اللي ممكن تستعملها كلوشن فقلت دي فكره جامده بس يعني ماما او باب ماما بتشتغل لا مامتي مش بتشتغل مامتي دكتوره بس مش بتشتغل دلوقتي طيب. مين اكتر حد اعترض وقال لك ركزي في المذاكره محدش اعترض هم لا ماما ولا بابا لا طب بابا بيدفعك اوكي فهمنا ماما لا هما الاثنين كانوا سبورتيف جدا انا مامتي بس مش بتحب عشان بقلب لها البيت بس دلوقتي خلاص احنا المفروض ده يعني هنصنع بقى بره البيت مفيش بيت انيمور بس هي كانت معترضه شويه عشان البيت كان دايما مقلوب وعمر برضو كان بيحس البيت ريحته كان بيقول قويه طبعا قوي طبعا اوضتك وقلب لهم الدنيا بالظبط يعني. انت كنت بتعملي التجارب دي في لندن لا في مصر كل في مصر. حاجه في مصر ما بتعمليش اي حاجه في لندن في لندن لحد دلوقتي لا يعني لسه بادئين الشهر اللي فات نبيع في لندن بس لسه كل حاجه متصنعه في مصر بتبيع في لندن طيب نصدر بقى طب انت ازاي بتقدري تعملي كميات من ده فانا كنت بشتغل لوحدي لحد بعد شارك تانك بعد شارك تانك ما اعتقدش ان انا هعرف اشتغل لوحدي خلاص احنا زي ما اكيد حضرتك عارف احنا بنتبرع بكميه من يعني مبلغ من الفلوس 10% من كل سمعه بالظبط لمؤسسه اهل مصر اهل مصر عشان انا لما بدات البيزنس كنت عارفه ان لازم يبقى فيه حاجه as I said يعني حاجه للكوميونتي وانا بحس ان السلوجن بتاعي هو اسنت ليفز ميموري اللي هو كل حاجه بتفكرك بريحه معينه يعني انا اصلا فكرت في السلوجن ده عشان وانا صغيره كان في برفيوم رشيتها اول يوم مدرسه ليا وشمتها من كام سنه وافتكرت يوم اول يوم مدرسه ليا فحسيت ان ده سلوجن بجد اكيوريت جدا وبس في نفس الوقت مش دايما الميموري اللي اسوسييتد مع الريحه بتبقى لذيذه فلازم نفتكر الناس اللي تعرضوا للحروق وهم دلوقتي هيساعدوني ان انا اصنع الشمع بتاعي النهارده اكشلي كنت في المؤسسه وقابلتهم هم ثلاثه هيشتغلوا معايا مدام هبه السويدي هبه السويدي شخصيه جميله قوي فهم المفروض يصنعوا معايا ان شاء الله في المؤسسه هبه هتصنعوا هناك في المؤسسه يس هي يعني هتشغلي من تعرض للحروق وبيتعالج انه يشتغل كمان بالظبط عشان هم يعني بيلاقوا صعب ان هم يلاقوا شغل عشان مش دايما الناس تبقى عايزاهم تشتغل معاهم بس انا هم ناس زينا عادي ادي وزيره قوى عامله احنا قاعدين ندور على وزراء ونشتكي من الوزراء تضامن اجتماعي اهو عندنا وجه في مؤسسات الدوله دي الناس اللي بتفهم واعتقد انهم يعني كتير دي تتبص عليها وتؤهل لان احنا عايزين العقليات دي فقدامها 5-6 سنين تبقى وزيره في العشرينيات ايه المانع ما عندها تجربه وهي عندها 13 سنه الوزراء طلعوا او عندهم شركات او ما عندهمش فازاي ما نصنعش ونحط حضانات حول جيل جديد اللي هيحكمونا لان العقليه دي هتفرق معانا والله طيب وكملت ازاي فهم المفروض هيبتدوا يصنعوا معايا يعني انا بكره اكشلي هعمل لهم تريننج ان شاء الله طب انت بتصنعي فين دلوقتي في اهل مصر هم مديني اوض عندهم هي مؤسسه كبيره قوي بس انت خلاص انت دخل معاكي كبار رجال الاعمال في مصر ما احنا انت معاكي الاستاذ ايمن عباس والاستاذ محمد فاروق والاستاذ احمد طارق دينا غبور لا هند صبري معاكي هند صبري لا مش معايا هند صبري ان شاء الله براند امباسادور اللي جنب بس انا ان شاء الله حتى لو فتحت مصنع يعني برضو عايزه اشغل مصابي الحروق دايما يعني ان شاء الله هيبقوا شغالين معايا عشان عايز ايوه بس المشروع ده الناس اللي دخلوا يضخوا معاكم ما ضخوا كام مليون ضخوا لسه 500,000 لحد دلوقتي ايوه لا بس انتم متفقين على مبلغ 500,000 الاجمالي اللي هيدخلوا بيه ده الاجمالي بس هنشوف اه يمكن اكتر بقى اكيد انت عايزه اكتر انا عايزه اكتر